طيب نعمل الـ conservation of energy equations. انا عندي ادي الـ element بتاعتي, فانا ممكن energy تخش جوه الـ element بسبب الماس اللي داخل. الماس اللي داخل ده داخل معاه energy, internal energy و flow work, ففي enthalpy للدخول, في ممكن يخش energy in مع الماس طبعا, وممكن تطلع, ممكن الكلام ده في اتجاه الـ x وفي اتجاه الـ y, وممكن ده اللي داخل وده اللي خارج. ممكن يخش هيت, ممكن يحصل الكوندكشن, فالهيت بتخش باي كوندكشن وبتطلع هيت ان وتطلع في اتجاه الاكس, وممكن في اتجاه الواي نفس الكلام. احنا خد بالك ان الاكس بوزيتيف كده والواي بوزيتيف كده, فممكن يدخل انرجي من تحت اي ماس ان, الاي ماس اللي هي الانرجي اسوسييتد مع الماس فلو ريت وهو داخل, اوكي, اللي هي الانثالبي مالتيبلايد باي الماس فلو ريت. وممكن تخرج اي دوت ماس اوت, وفي برضو اي دوت هيت اوت واي دوت هيت ان, اوكي. فاحنا نعمل بالانس, نقول ان الان بيساوي الاوت في النهايه, ان بيساوي الاوت او الان ماينس الاوت بتساوي زيرو. فخلينا نعمل مثلا على اتجاه الاكس بس, وبعدين نزود الواي عشان نجيب التوتال. فنيجي نقول ايه بالنسبه للماس, الماس الاي ان ماينس الاي اوت, ده بالنسبه للماس, ده بتساوي ايه؟ بتساوي الام دوت بتاع الستريم اللي داخل ان في الاي دوت بتاع الستريم اللي داخل ان, الاي دوت بتاع الستريم ناقص اللي داخل زائد التغير عشان يعرف اللي خرج. فهو الام دوت اوت في الاي دوت, او الام دوت سوري ان في الاي دوت ان نفسها, بلس التشينج اللي حصل. التشينج اللي حصل ممكن يبقى حصل في الماس طبعا, لان الماس ممكن يحصل تغير في اتجاه الاكس تروح في اتجاه الواي, ماشي. هنا بنعمل في اتجاه الاكس ده كده في اتجاه الاكس, كويس. هنقول ايه التغير في الام دوت في الاي بتاع الستريم بالنسبه للاكس في الدي اكس. اوكي, طيب الترم ده بيروح مع الترم ده, ماشي. فهو ده اللي احنا عايزينه, التغير اللي حصل. ادي ماينس الام دوت في الاي بتاع الستريم, مفيش دوت فوق, ده الاي بتاع الستريم اللي دخل, بيبقى الانرجي بتاعته ممكن يبقى عنده ايه انترنال انرجي وعنده فلو ورك, فاحنا بنحطهم اتنين على بعض في الانثالبي, فده بيساوي الانثالبي بتاعه الاتش, والانثالبي هي بتساوي السي بي في التمبرتشر بتاعته ماينس ستاندرد تمبرتشر او ريفرنس تمبرتشر, سي بي في تي ماينس تي ريفرنس, تمام. يعني اذا ده الماينس بره اهي, هنا عندي فاضل الماس فلو ريت اللي داخل اللي هو الرو, رو از كونستانت افري وير, ما فيش مشكله, في اليو ملتبلاي باي كروس سكشن اريا اللي هي هتبقى الدي واي multiplied by 1 اللي هي الـ inside the board of the paper, يعني دي كده الـ area multiplied by velocity multiplied by rho يداني الـ mass flow rate, ده كده الـ m dot multiplied by الـ enthalpy, بقى الـ enthalpy يبقى الـ cp في الـ temperature minus الـ t عند الـ reference t not, كويس. فكل ده هفضله بالنسبة لـ x في dx, اوكي. خلينا بقى نشوف هنا ايه الفاريبلز. انا عندي الفاريبلز دي اليو والتمبرتشر, اليو بتتغير والتمبرتشر بتتغير, فانا عندي تو فاريبلز مضروبين في بعض بفاضلهم, كويس. ممكن اطلع حاجات بره كونستنت, فاطلع ادي ماينس بره في الرو والسي بي تطلع بره والدي يو تطلع بره, دي يو ده لينث يعني اربيترالي لي اي قيمه, اوكي. والدي اكس اهي موجوده بره برده اهي, دي اكس وديتها الناحيه الثانيه, فالتفاضل جوه عندي حاجتين بقى, عندي فاضل اليو والتي ماينس التي زيرو, فالاولى في التفاضل الثاني زي الثانيه في التفاضل الاولى, فيبقى تي ماينس تي زيرو في تفاضل الدي يو باي دي اكس زائد اليو في تفاضل الدي تي باي دي اكس, او الدي تي ماينس التي نوت اللي هي تفاضلها دي تي, لان تي نوت ده رقم كونست, اوكي. يبقى ادي اللي بيحصل للماس, صح؟ ده الماس في اتجاه الاكس. ممكن اعمل برضو الماس في اتجاه الواي هتطلع زيها, فممكن اعمل بقى التوتال, الماس توتال في اتجاه الاكس اتجاه الواي هجمعهم على بعض, اي دوت ان ماينس اي دوت اوت
وقاس الماس توتال الاثنين على بعض هتساوي في ترم للاكس وفي ترم للواي. ترم الاكس اهو ماينس رو سي بي دي واي دي اكس في تي ماينس تي نوت دي يو على دي اكس بلس اليو في دي تي على دي اكس. ترم الواي هيبقى نفس الانالوجي هيبقى ماينس برضو رو سي بي دي اكس دي واي تي ماينس تي نوت في ايه في دي في باي دي واي بلس الفي في دي تي باي دي واي. اوكي بصوا بقى في ممكن اخد كومن فاكتور يعني هو كل ده هو ده اوكي وهنا في الترم الاولاني ده هو ده فممكن تجمع كانك بتجمع الدي يو باي دي اكس على الدي في باي دي واي زائد الدي في باي دي واي وانا عارف ان مجموع الاثنين دول بيساوي ايه ده الكونتينيوتي ايكويشن بتقول لي ان الاثنين دول مجموعهم بيساوي زيرو اوكي فالاثنين دول لما تجمعهم على بعض يبقى بزيرو يبقى كل الترمين دول بقت بزيرو بسبب الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي اول ايكويشن عملناها. يبقى اذا اللي فضل هو بتساوي ماينس الرو سي بي دي اكس دي واي في اليو يو دي تي باي دي اكس بلس الفي دي تي باي دي واي بارشال تي بارشال واي. ده الماس اللي دخل والماس اللي خرج الانرجي الفرق اللي ما بينهم الفرق ما بين انرجي خرج ودخل. ممكن نعمل نفس الكلام بالنسبه للتمبرتشر بقى او الهيت. الهيت ممكن يخش باي كوندكشن ويطلع باي كوندكشن فهعمل اي دوت ان ماينس اي دوت اوت للهيت الانرجي بتاعت الهيت فاللي هو ايه انا عندي كيو دوت في اتجاه اكس خلينا نتكلم في اتجاه اكس كيو دوت اكس بتخش وبتطلع كيو دوت اكس زائد الفرق اللي حصل اللي هو ايه تغير في الكيو دوت اكس بالنسبه للاكس في الدي اكس اوكي فالفرق ما بينهم هو ماينس ماينس التغير في الكيو دوت اكس بالنسبه للاكس في الدي اكس. طب الكيو دوت اكس من فوريرز لو هي بتساوي ادي التغير بتساوي بقى ايه ماينس الكي في الاريا الاريا اللي هي ايه خد بالك انت ماشي في الدخول كده فهيبقى دي واي في واحد ادي الاريا بتاعتي دي واي في واحد كويس دي كده الاريا كيف ايه في الدي تي باي دي اكس انا ماشي في الاكس دايركشن كويس كل ده مضروب في الاخر في دي اكس اوكي يعني ده كده جبت الفرق الانسل فرق الانرجي ان وانرجي اوت الهيت انرجي في الاكس دايركشن الواي دايركشن انالوجس فنعمل بقى التوتال الاي دوت ان ماينس الاي دوت اوت بتاعت الهيت كلها هتساوي دي طلعت خد بالك انا ممكن اطلع الحاجات بره فانا هطلع الماينس في ماينس بلس الكي بره وهيبقى عندي ممكن اطلع الدي اكس والدي واي بره الدي اكس هي بره والدي واي طلعها بره هيبقى فاضل التكامل التفاضل الثاني بتاع التمبرشر بالنسبه للاكس سكويرد دي التفاضل بالنسبه للاكس اوكي بالنسبه للواي هي زيها بلس الكي دي واي دي اكس في التفاضل الثاني بتاع التمبرشر بالنسبه للواي سكويرد يبقى هو ده الايكويشن بتاعت الاي ان ماينس الاي اوت بتاعت الهيت واللي فوق هنا دي كانت الانرجي اللي داخله مع الماس كويس طبعا المجموع كله لازم يساوي زيرو كل حاجه لازم تساوي زيرو لان انت كونسرفيشن في ماس فده زائد ده لازم يساوي زيرو فنكتبهم بقى على بعض الماينس دي ممكن نوديها الناحيه الثانيه ونقسم كله على دي اكس دي واي دي اكس دي واي كله يروح مع بعضه فهيبقى فاضل في الاخر الرو سي بي في اليو دي تي باي دي اكس بلس الفي دي تي باي دي واي ده من هنا راحت الناحيه الثانيه بتساوي الكي دي سكوير تي باي دي واي سكويرد بلس دي سكوير تي باي دي اكس طبعا اكس الاول يعني بس مش مشكله اوكي يبقى الايكويشن اللي طلعت لنا دي هي الانرجي ايكويشن بتقول لي ازاي التمبرشر بتتغير جوه الباوندري لاير هي الفكره في ايه انا عندي جوه الباوندري لاير ممكن يحصل كوندكشن وكونفكشن ف النت انرجي كونفكتد بالفيلوسيتيز بتساوي النت انرجي الجايه بالكوندكشن انرجي باي كونفكشن بتساوي انرجي باي كوندكشن
دخلت انرجي باي كوندكشن هتطلع باي كونفكشن، دخلت باي كونفكشن هتطلع باي كوندكشن، يعني كل بقى النت بتاعت الانرجي لازم في الاخر يساوي بعض. تمام. خد بالك احنا عملنا نيجلكشن لشويه حاجات، يعني احنا عملنا نيجلكشن لاي بودي فورسز، يعني مش بودي فورسز، لو انا عندي ورك ممكن بعمل ورك، بعمل اكسبانشن كومبريشن اهملته، او لو في زي ما اقول لك اي ورك جاي من الكتريكال فيلد او ماجنتيك فيلد او كده ده انا اهملته، هو دي الابلكيشنز المناسبه للباوندري لاير يعني. فهو ده طيب في بقى انرجي ثانيه انا شلتها خالص من الحسباني اللي هي الديسيبيشن اوف فيسكس فورسز. خد بالك ان انت عندك ممكن يحصل الديسيبيشن اوف فيسكس انرجي انا مش واخدها في اعتباري، وهي ايه ممكن تتضاف، يعني ممكن نيجي على الطرف الشمال هنا اليمين هنا واول بلس الميو في الفاي، الميو اللي هي الفيسكوستي، الفاي هي الفيسكس ديسيبيشن ايكويشن او تيرم. فالفاي دي بتساوي ايه؟ الفاي دي ممكن يعني تتثبت بالديريفيشن، ممكن يبقى طويل بس في النهايه هي فانكشن في الفيلوسيتيز بس. فهي دي بتقول لك ايه حصل قد ايه من الكاينتيك انرجي اللي ماشيه في الفيلوسيتي اتحولت الى هيت انرجي بسبب الفريكشن اللي ما بين اللايرز اوف ذا فلويد وبعضها البعض. فالفريكشن ده ممكن يكون مهمل قوي لو انت بتتكلم على لو فيسكس ماتيريال او ماشيه فيلوسيتيز قليله، لكن لو بتكلم على هاي فيسكس هاي فيلوسيتي ماتيريال فلو يبقى انا بتكلم على بيحصل اكيد ديسيبيشن فيسكس ديسيبيشن. فالفاي دي بتساوي 2 في دي يو باي دي اكس سكويرد بلس دي في باي دي واي سكويرد بلس دي يو باي دي واي بلس دي في باي دي اكس كل سكويرد. تمام. فدي اسمها فيسكس ديسيبيشن ايكويشن، ودي ممكن تهمل في احوال كتير وممكن ما تهملش. طيب خلاص يبقى هي دي الانرجي بالانس ايكويشن. وخد بالك طبعا لو اليو والفي بالزيرو هتوصل لنهايه دي هتبقى الكوندكشن ايكويشن، لان مش هيبقى عندي كونفكشن، بس كوندكشن ده بيساوي زيرو كنا عملناها او شفناها قبل كده. طب ازاي بقى احنا كده طلعنا ثلاثه ايكويشنز، ادي واحده للانرجي وطلعنا طبعا الكونتينيوتي ايكويشن وطلعنا الاكس مومنتم ايكويشن. كويس، عايزين نحلهم على باوندري للباوندري لاير كيس ونشوف هنعرف نجيب الثيكنس بتاع الباوندري لاير سواء كان الثيرمال باوندري لاير او الفيلوسيتي باوندري لايرز ازاي. فهنشوفهم في الفيديوز الجايه. شكرا.